بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. This is our 40th lesson going through the poem الشاطبية authored by الشاطبي رحمه الله تعالى. الحمد لله, we've completed سورة الحجر and we now move on to the next سورة, سورة النحل. قال المصنف رحمه الله وينبت نون صحة, قول الله تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون, recite it with a نون صحة. And so Shu'ba, you say, نُنْبِتُ لَكُمْ نُنْبِتُ لَكُمْ وَالْبَاقُمْ بِهِ الْيَا يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ زَرَّةً. طيب, والله أعلم. Then the author رحمه الله تعالى يدعون عاصم, قول الله تعالى والذين تدعون من دونه, recite it with ياء, for who are عاصم. So you say what, والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء, والباقون والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, والله أعلم. Then the author رحمه الله تعالى, he said, وفي شركائي الخلف في الهمز هل هلا البزي. When it comes to أين شركائي الذين كنتم تزعمون, he has two ways of reading it. The first way, as the author رحمه الله mentioned, the first way is بحذف الهمزة, أين شركائي الذين كنتم تزعمون. And the second وجه, أين شركائي الذين كنتم تزعمون, like باقي القراء. However, this first وجه is a ضعيف وجه, is a weak recitation, ولا يقرأ به, and you don't recite it, لا من طريق الشاطبية ولا من طريق التيسير لأبي عمرو الداني. طيب, and so you say only for البزي, أين شركائي الذين كنتم تزعمون, like باقي القراء, والله تعالى أعلم. لن يوثر رحمه الله تعالى, he said, ومن قبل فيهم يكسر النون نافع, قول الله تعالى تشاقون فيهم. This نون recited with a كسرة for نافع, and so it becomes تشاقوني فيهم. طيب, والباقون تشاقون فيهم. طيب, والله أعلم. لن يوثر رحمه الله تعالى said معا يتوفاهم لحمزة والصلة, الذين يتوفاهم الملائكة الطيبين أن الذين يتوفاهم الملائكة الظالمين, recited with that التذكير فحمزة, والباقون بتاء التأنيث, الذين تتوفاهم الملائكة الظالمين أن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين, والله أعلم. ذن يوث رحمه الله تعالى, he said, سما كامرا يهدي بضم وفتحة, قول الله تعالى فإن الله لا يهدي من يضل, he recited as فإن الله لا يهدى بضم الياء وفتح الدال, فهو سما كاملا نافع بن كثير أبو عمرو بن عامر, meaning فالكوفيون say what, يهدي, and نافع بن كثير أبو عمرو بن عامر say what, يهدى, فإن الله لا يهدى من يضل. طيب, الله أعلم. ذن يوث رحمه الله تعالى سر وخاطب يروا شرعا والآخر في كلا, قول الله تبارك وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله, he recited with تاء الخطاب فشرعا حمزة كساي, and so you say أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله, والباقون بياء الغيب أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. As for the statement of the author رحمه الله والآخر في كلا, نعم والآخر في كلا, it's referencing قول الله تبارك وتعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات, I recite that يروا with تاء الخطاب for حمزة أن ابن عامر, and so for حمزة أن ابن عامر say ألم تروا, ألم تروا, ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله, والباقون بياء الغيب ألم يروا إلى الطير مسخرات. And so the first موضع أولم تروا is only for حمزة كسائي. As for the second موضع, then the تعالى خطاب is for حمزة and ابن عامر. طيب, من باقي القراء including كسائي, they recite the second موضع with ياء الغيب, ألم يروا إلى الطير مسخرات. As for the first موضع, حمزة كسائي meaning ابن عامر قرأ بي قرأ بياء الغيب, أسف حمزة كسائي قرأ بتاء الخطاب, أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله, أسف ابن عامر معه والباقون ليس يقول أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله, أسف حمزة في كلا الموضعين in both cases he recites with تاء الخطاب, ألم تروا إلى الطير مسخرات أن أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء, والله أعلم. ذن يوث رحمه الله تعالى, he said, ورا مفرطون اكسر أضاء, قول الله تبارك وتعالى وأنهم مفرطون تالله, he recited بكسر الراء فو نافع, وأنهم مفرطون تالله. طيب, الباقون به فتح الراء, وأنهم مفرطون تالله. طيب, والله أعلم. ذن يوث رحمه الله تعالى, said, يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبلا, قول الله تبارك وتعالى تتفيأ ظلاله, recited with تاء التأنيث فو البصري أبو عمرو البصري, والباقون بياء التذكير meaning يتفيأ ظلاله, الباقون أبو عمرو البصري تتفيأ ظلاله, والله أعلم. ذن يوث رحمه الله تعالى, he said, وحق صحاب ضم نسقيكم مع نسقيكم, came twice in the Quran in سورة الأنعام وإن سورة النحل sorry, وإن لكم في الأنعام عبرة, نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين, وصف سورة المؤمنون,
وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. طيب, and so in both of these cases recited with ضم النون فحق صحابة من ابن كثير أبو عمرو حفص حمزة كسائي. You say what? نسقيكم. والباقون من النافع ابن عامر شعبة نسقيكم بالفتح. طيب, والله أعلم. Then the author رحمه الله تعالى, he said, لشعبة خاطب يجحدون معللا. قول الله تبارك وتعالى أفبنعمة الله يجحدون هي in سورة النحل. You recite it with تاء الخطاب for شعبة. أفبنعمة الله تجحدون. والباقون أفبنعمة الله يجحدون. والله أعلم. Then the author رحمه الله تعالى said, وضعنكم إسكانه ذائع. قول الله تعالى ويوم ضعنكم. Recite with إسكان العين for ذائع ابن عامر plus الكوفيون. والباقون أي نافع بن كثير عن عمر بالفتح. Because as you know the opposite of الإسكان is التحريك, ومطلق التحريك الفتح. طيب, وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. As the author رحمه الله تعالى mentioned in his introduction. And so we recite his what? ويوم ضعنكم. فنافع بن كثير أبو عمر. والباقون به الإسكان ويوم ضعنكم. والله أعلم. Then the author رحمه الله تعالى he said ويجزين الذين النون داعيه ولا ملكت وعنه نص لخفش ياءه وعنه روى النقاش نونا موهدا. قول الله تبارك وتعالى ولا يجزين الذين صبروا. قرأ ابن كثير وعاصم بالنون ولا نجزين الذين صبروا. والباقون به الياء ولا يجزين الذين صبروا. As for Ibn Dhakwan, which is Malakat, the one who is the rams for Ibn Dhakwan is of course the meme, right? And so Ibn Dhakwan ruya anhu wajhan, wajh al-ya, wajh al-noon. So from al-akhfash, it has been reported bi wajh al-ya, and Naqqash reported it with noon. And so Ibn Dhakwan, you can say wala najziyanna, and you can also say wala yajziyanna. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam. And of course, the wajh which is reported from al-Naqqash, when you see the statement of the author rahimahullahu ta'ala, وعنه روى النقاش نون المؤهلة. مؤهلة he means what? He's slightly weakening the وجه reported from النقاش, meaning that ملكت ابن ذكوان is leaning towards وجه الياء more so than the وجه of the نون. And يعني when you look at other works like مثلا ابن الجزري رحمه الله تعالى, he affirmed both of these ways for ابن ذكوان. And so if you are reading to your sheikh, you will recite both ways. However, from طريق الشاطبية precisely, if you want to take the statement of the author himself, then the only wajh which is stronger than the second wajh is wajh al-akhfash. Wajh al-akhfash, reciting it with ya, is stronger than reciting it with noon. However, Ibn Jazir rahimahullah ta'ala permitted recitation for Ibn Dhakwan through both ways. So you can say wala yajziyanna, and you can also say wala najziyanna for Ibn Dhakwan. As for da'ihi noon, wala dan qawlan wahida, you recite it with noon, wal baqun qawlan wahida, you recite it with ya. Wallahu ta'ala a'lam. Then the author رحمه الله تعالى he said سوى الشام ضموا واكسروا فتنوا لهم. قول الله تبارك وتعالى من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. That's how you read it for all of the Qurra except for الشامي. الشامي recited it with فتح on both. So he recited it with فتح on the فاء and فتح on the تاء, as opposed to the back Qurra, they recited with ضم on the فاء and كسر on the تاء. فتنوا. As for Ibn Amir, he says what? فتنوا. من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. طيب, إن ربك من بعدها لغفور رحيم. However, for باق قراء, you recite it with what? فوتينو. من بعد ما فوتينو ثم جاهدوا وصبروا. As for ابن عامر, من بعد ما فاتانو ثم جاهدوا وصبروا. طيب, والله تبارك وتعالى أعلم. Then the author رحمه الله تعالى he said ويكسر في ضيق مع النمل دخللا. ابن كثير رحمه الله تعالى, when it comes to the word ضيق, he recited it بكسر الضاد. Like here, ولا تكو في ضيق, and ولا تكون في ضيق سورة النمل. طيب, and so he says what? وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ فِي ضِيقٍ. And he applies this not just here in Surah Al-Nahl but also in Surah Al-Naml Azal. وَلَا تَكُن فِي ضِيقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا وَعَدْ Surah Al-Naml and إِنَّ اللَّهَ in Surah Al-Nahl. هذا والله أعلم. We've come to the end of this lesson. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.